لدى استقبال سموه لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصبحت موئلا للعرب والمسلمين ومجدا لهم لدورها وثقلها المحوري إقليميا وعالميا وبأهميتها إسلاميا وسياسيا واقتصاديا، فهي قارة بمساحتها ودولة عظمى بتأثيرها وعريقة بتاريخها الذي تحكيه الدرعية والرياض ويحكيه كل شبر في المملكة، مشيدا سموه بمواقف خادم الحرمين الشريفين إسلاميا وعربيا والتي ستظل راسخة بالوجدان ومحفورة في القلوب ومضيئة في تاريخ العرب والمسلمين. فيما أشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن للبحرين في قلب خادم الحرمين الشريفين مكانة ومحبة كبيرة، ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مكانة خاصة لمواقف سموه ومشاعره تجاه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل مساء اليوم بقصر سموه في الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين. أشاد سموه بعمق الروابط والعلاقات الأخوية الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتمتع به من خصوصية وامتداد تاريخي متجذر يقوم على الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما وما يربطهما من وشائج القربة ووحدة الهدف والمصير المشترك والتي تزداد صلابة بمرور الزمن. أكد سموه أهمية مثل هذه الفعاليات الدولية في تعريف العالم بمخزون الحضارة والتاريخ الذي تتمتع به المنطقة على مر العصور، مشيرا سموه إلى ضرورة الحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي الذي تسخر به دول المنطقة وترسيخ دوره في تعزيز الهوية الثقافية لشعوبها من خلال ربط الأجيال بتراثها الأصيل وإبراز ما أسهمت به من أدوار تنويرية في تطور الحضارة الإنسانية. نوه سموه بما تشهده المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية من تطورات في كافة القطاعات، متمنيا سمو للمملكة ولشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والرخاء. أكد سمو أن السعودية منار للحضارة وذات تاريخ عريق وإرث حضاري شاهد على مراحل تطور وقدرتها على قيادة الأمتين العربية والإسلامية. شدد سمو على ضرورة الاعتناء بالمواقع التراثية والتاريخية وتنمية كافة القطاعات المرتبطة بها كالسياحة الثقافية باعتبارها رافدا مهما للتنمية الاقتصادية. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للسعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام من بتعزيز العلاقات السعودية البحرينية وما يخص به سموه السعودية قيادة وشعبا من محبة خالصة. أشاد سموه باحتضان البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمي تأكيدا على ما تحظى به من مكانة عالمية رفيعة وما تتمتع به من خبرات متقدمة في مجال حفظ التراث العالمي.